تشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة في المبادرة الأممية Space for Water الذي سيعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري. وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من علوم وتقنيات الفضاء لتحسين إدارة ومراقبة موارد المياه والتصدي للتحديات التي تواجهها في جميع أنحاء العالم. ويمثل الهيئة في الاجتماع فريق من المختصين برئاسة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة لتقديم عرض حول نجاحات الهيئة في تسخير تقنيات وتطبيقات الفضاء لتنفيذ حزمة من الدراسات المتعلقة بمراقبة وحماية المياه في مملكة البحرين. وأكد الدكتور العسيري أن اختيار الهيئة للانضمام لهذه المبادرة ودعوتها لاستعراض جهودها يؤكد التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونجاحها في الاستفادة من تقنيات الفضاء لتحسين مختلف الخدمات الموجهة للمجتمع.